مشاهدي متتبعي تونسي نيميريك، مرحبا بكم، صباح الخير للناس الكل. نحن متواجدين في المقر الاجتماعي لشركة فوسفات قفصة، وين اليوم عمال وإطارات وموظفي شركة فوسفات قفصة ينفذوا وقفة احتجاجية ومسيرة تنديدا بالوضع وما آلت إليه شركة فوسفات قفصة. اليوم الشركة غير قادرة على يعني حتى على تأمين يعني أجور موفيها. اليوم الشركة يعني باتت على شبه الإفلاس. اليوم هذه الشركة اللي كانت تقارع اليوم أو معنا أحد موظفين وعمال. صباح الخير قلاعي، صباح الخير قلاعي، اليوم على تونسي نيميريك، اليوم معوان وموظفي شركة فوسفات قفصة في وقفة احتجاجية وبعدها مسيرة تنديدا بالوضع اللي أصبحت عليه شركة فوسفات قفصة. اليوم الشركة أكثر من 6 شهور بدون يعني عمل. اليوم غير قادرة إدارة شركة فوسفات قفصة على حتى التأمين ابسط الضروريات اللي هي اجور الموظفين بتاعها. والله اليوم على اساس انه عمال شركه قفصه في سكه تطوعيه برمجوا الوقفه ومن بعد مسيره اتجاه ولايه قفصه تنديد على الوضع وصلت الشركه، وذلك لان السلطه والدوله ان هي تمص من المسؤوليه في حمايه الشركه، تمص مسؤوليتها ايضا في معناها في التنميه بجهه قفصه، وكل شيء معناها خليته على كاهل الشركه من معناها شيء جر عليها انه هو ان العمال ولت اصبح يعاني من مواد الرزق نتاعها، واصبح تعاني من شهرياتها، واصبح تعاني من جميع الجوانب. نحن اليوم على اساس حابين نوصل صوتنا انه باش الدوله تحمل مسؤوليتها في هذا الوضع اللي هي الدوله حاليا باش تحمل مسؤوليتها في التنميه وتشكيل جهه قفصه، وايضا مسؤوليتها في حمايه شركه قفصه. واضح هذيك الساحه كذا.